ما حصل هو فعلا صراع حزبي، صراع، خلينا نقول صراع مكونات سياسية، مو صراع مكونات مجتمعية يستدعي بي من 4 أيام لحد الآن أقول كركوك ضاعت راح ترجع الاعتقاد. يعني بيان بافل طالباني يقول أنا راح أبقى وفي لكل كركوك، حتى اللغة القديمة مال المرحوم الله يرحمه جلال طالباني كركوك قدس كردستان الاتحاد الوطني قام بعد ما يسولف بها. فأنتوا كعرب من شنو خايفين؟ طبوا بمرحلة جديدة ويا الاتحاد وصفوا الأمور. احنا بالتأكيد عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. اليوم كركوك تحت قيادة الحكومة المركزية، ولا يمكن لأحد أن يمس مكتسبات فرض القانون، وهذه خط أحمر لا يستطيع أي مكون أو أي حزب أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. وهذه أيضا رسالة اطمئنان وتطمين إلى جميع مكونات كركوك. لكنه بالفعل الذي حصل هو صراع سياسي. أنا ما افتهمت هذا، يعني لا يستطيع أحد، هي لا لا، أو احنا كركوك احنا مأمنين على كركوك من ناحية ما راح تعود إلى ما قبل 2017. جيد، بالتأكيد اليوم الدولة موجودة بإجهزتها الأمنية، لا يسمح بعبث العبث بأمن كركوك ولا بأمنها ولا استقرارها. وهذه أيضا عبر قناتكم احنا نطمن جميع مواطني كركوك من العرب والكرد والتركمان انه لا عودة الى ما قبل 17، وهذا لا يعني الاستيلاء اي حزب او اي مكون على منصب المحافظ هو عادة الاوضاع. ولكن الذي حصل كنا نتمنى أن يكون أفضل، وأن يكون باتفاق جميع المكونات، وأن يكون أن نبعد كركوك عن الصراع السياسي والصراع الحزبي. جميل، والصراع العشائري.